أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بالنتيجة المشرفة والتاريخية التي حققها العداء شروبن في ملتقى كوبنهاغن الدولي بسباق نصف ماراثون، والتي نصبته ثالث أفضل عداء في التاريخ والموسم الحالي. ونوه سموه بالإمكانيات المتميزة التي يتمتع بها العداء وما يبذله من جهد كبير لنيل هذا المركز الأول وتحقيق هذا الرقم العالمي المتميز الذي عزز مكانة البحرين في أوساط الرياضة العالمية. وعبر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن الفخر والاعتزاز بما حققه العداء، ما يجسد ما وصلت إليه رياضة ألعاب القوى من تطور كبير ومكانة بارزة تترجمت بإنجازات والأرقام العالمية المتميزة. وأشار سموه إلى أن الاتحاد البحريني لألعاب القوى يتطلع لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للعداء ليكون قادرا على تشريف المملكة في شتى المحافل الخارجية القادمة. وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح للعداء شروبن في الاستحقاقات القادمة لمواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات التي تحققها ألعاب القوى على كافة المستويات.